بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نتكلم عن الصوتيات الدموية اللي هو يشمل لنا تربانوسوما سبيشيس. كما سبق أن تكلمنا عن الصوتيات النسيجية، تكلمنا عن الليشمانيا والأجناس الليشمانيا، والآن نتكلم عن الصوتيات الدموية اللي هو يشمل لنا تربانوسوما سبيشيس. تربانوسوما سبيشيس تابع للفايلم شعبة ساركوماستيغوفورا كلاس زو ماستيغوفورا اوردر كينتوبلاستيدا، وايضا جينس تربانوسوما. تربانوسوما اللي يشمل لنا تربانوسوما اللي يشمل لنا تربانوسوما بروسي، تربانوسوما جامبينسي، وايضا يشمل لنا تربانوسوما روديزينس. تربانوسوما بروسي انفكشن كاتل اند وايلد جام انيمالز كوزينج نغانا. تربانوسوما بروسي انفكتك تصيب كاتلز المواشي اند وايلد جام انيمالز كوزينج نغانا. اما تربانوسوما جامبينسي كوزينج ذا ويست افريكان سليبينج سيكنس ديزيز ان هيومان، يعني يسبب مرض النوم الافريقي. اما تربانوسوما روديزينس كوزينج ذا ايست افريكان سليبينج سيكنس ديزيز ان هيومان بروسي، تربانوسوما بروسي تصيب الكاتلز الحيوانات او نسميها انيمال تربانوسومياسيس، يسبب لنا مرض ناغانا. اما تربانوسوما جامبينسي يسبب لنا مرض النوم الافريقي، لكن ويس افريقيا غرب افريقيا. اما تربانوسوما روديزينس كوزنك ايست افريكان سليبينج سيكنسز ديزيز ان هيومن، يعني يسبب مرض النوم الافريقي لكن شرق افريقيا. شرق افريقيا تربانوسوما جامبينسي تربانوسوما روديزينس يصيب الانسان، اما تربانوسوما بروسي هذا يصيب الحيوانات. هسه نفصل كل واحد على حيله. Human infection is acquired by the bites of the vector TCT syphilis. الهيومن تنصاب، الإنسان تنصاب، تتطلب bites of the vector TCT syphilis، يعني يتطلب عضة عندما تسحب TCT syphilis الدم من الإنسان يحقن أحد الأطوار المعدية يسبب لنا هاي الأمراض. Infective form Metacyclic Trypanosomiasis، يعني الطور المعدي، الطور المعدي للإنسان هو Metacyclic Trypanosomiasis. Diagnosis فورم او نسميه دايجنوسيس ستيج هو نسميه تريبانوسوماستيغويد. انفكتيف ستيج الطور المعدي هو ميتاسايكليك تريبانوسوماستيغويد. دايجنوستيك فورم او دايجنوستيك ستيج هو تريبانوسوماستيغويد. نتكلم من حيث المورفولوجي، من حيث الاشكال ستيجات، هو يشمل لنا بروماستيغويد امستيغويد، هذا مشهور الاطوار عند الليشمانيا، ان تربانوسوما بروسي نستخدمه يعني ياتي دور حياته. اما
تربانوسوما بروسي جامبينسي رودينيزي اللي الاطوار اللي مهم بها ماستيجويت وايضا تريب ماستيجويت ايضا ميتاسايكليك تريب ماستيجويت. هسه نتكلم عليها. ماستيجويت طبعا هاي تحدث جات اوف تي سي تي سبلاي، لا يحدث بالانسان. ماستيجويت اهم خصائص ماستيجويت مور إلينجويتد شيب، تكون طويلة. أيضا سنجل فري فلاجيليم، عندها فلاجيلا حرة خارج الجسم. لاحظ هذا هو الفري فلاجيليم، هذا هو فري فلاجيليم، هذا هو فري فلاجيليم اللي طالع من الجسم. سنجل نوكلياس، عندها نواة واحد. لاحظ هاي النواة، هاي هو النواة، هذا هو النواة، تحتوي نواة واحد. شورت، لاحظ شورت اند ليتنج ميمبران، تحتوي على غشاء متموج لكن تكون قصير. شورت متموج قصير، هذا ال اللي طالع من جسمي، هذا هو شورت اند ليتنج ميمبران، غشاء متموج قصير، هذا يجعل الكائن يتحرك جمع اتجاه. The cantobulus is just anterior to the nucleus، هذا مهم جدا. cantobulus تكون امام النواة. هذا هو الفري فلاجيليم، هذا هو النواة صاير بالسنتر، وهذا هو الكينتوبلاس صاير امام النواة. هذا هو نوكلياس نواة، هذا هو كينتوبلاس، هذا هو فري فلاجيليم، يعني كينتوبلاس صاير امام النواة. It is found the gut insect the host and in كالتشر ميديا، طبعا هاي الماستيجويت نراها بالجات انسكتا وذلك بالكالتشر، ايضا عند الكالتشر. تريب ماستيجويت هذا هو تعتبر دايجنوستيك ستيج، تعتبر دايجنوستيك ستيج. خصائص اللي يمتلكها إلينجويتد أو سبيندل شيب، تكون مغزلية الشكل. لاحظ بالصورة هو مغزلية الشكل، لاحظ لاحظ مغزلية الشكل، لاحظ مغزلية الشكل، لاحظ مغزلية الشكل. ها هو مغزلية الشكل، لاحظ مغزلية الشكل. single central nucleus، تحتوي على single central nucleus، نواة تحتوي على نواة واحد. kyanotoblast posterior to the nucleus، اهم نقطة اللي نركز عليها kyanotoblast posterior to the nucleus. لاحظ هذا هو، هذا هو free flagellum، هذا هو free flagellum، وهذا هو النواة، وهذا هو كينتوبلاس صاير بالبوستيريال، هذا هو كينتوبلاس النقطة الأسود، هاي النقطة الأسود كينتوبلاس، يعني فري فلاجيليم نيوكلياس كينتوبلاس. هذا هو الفلاجيل اللي طلع من هاي الجهة، هو هاي انتيرير بالنسبة للتريب ماستيجويت، وهذا البوستيريال مالها. أهم نقطة كينتوبلاس بوستيريال تو ذا نيوكلياس. لاحظ هاي الصورة، هذا هو الفلاجيليم طالع من الجسم خارج، هذا هو النواة، وهذا هو كينتوبلاس صاير بالبوستيريال الجهة الخلفية. long undulating membrane، هذا النقطة مهم جدا. long undulating membrane، لاحظ تحتوي على، لاحظ هاي الصورة تحتوي على غشاء متموج، لاحظ هاي الغشاء المتموج اللي طالع من الجسم، غشاء متموج، هذا هو الغشاء المتموج، يبين بالصورة غشاء متموج، تكون لونج. وأيضا فري فلاجيليام، هذا هو الفري فلاجيليام أطالع من الجسم، هذا هو الفري فلاجيليام، هذا هو الفري فلاجيليام، لاحظ هذا الفري فلاجيليام الكائن نفسه، هذا الفري فلاجيليام، هذا هو الفري فلاجيليام، هذا هذا فري فلاجيليم اللي طالع من الجسم، هذا فري فلاجيليم.
diagnostic stage of trypanosoma. هو تعتبر الطور التشخيصي بالنسبة للتربانوسوما. هذه الخصائص اللي ركز أهم خصائص اللي موجود: كاينتوبلاست كومبوستيريال نوكليوس، لونج أنالايتيك ميمبرين، فري فلاجيلم، دايجنوستيك ستيج. ميتاسايكليك تريبماستيجويد فورم. هذه الطور تشبه تريبماستيجويد، تشبه تريبماستيجويد، لاحظ تشبه تريبماستيجويد، لكن تكون similar to trypanosoma stage but لكن is short and stumpy. تشبه لكن تكون قصيرة و stumpy. لكن تكون short and stumpy but short and stumpy، قصيرة and سميكة من trypanosoma. هذا هو تعتبر infective stage للإنسان. هذا هو infective stage للإنسان. ركز، diagnostic stage هو trypanosoma diagnostic نقطة 5، والآن infective stage للإنسان هو metacyclic trypanosoma form. هسه نتكلم عن trypanosoma جامبينسي، تربانوسوما بروسي جامبينسي. تربانوسوما أو الطور التريبماستيجويد توجد in the blood vessel, lymphonodes, spleen, spleen, liver, brain and cerebrospinal fluid. تريبماستيجويد توجد بالدم الإنسان. دم الإنسان هو تعتبر، قلنا تعتبر طور التشخيصي، إذا توجد دم الإنسان. فيزيكرال فيزل، إن بلاد فيزل يعني هو اسمها الصوتيات الدموية، توجد بالبلاد فيزل دم. لنفونودوس والسبلين طحال، ليفر كبد، أند برين سي إس إف يعني سنتر سائل نخاع الشوك نسميها سيربروسبينال فليود. هذه الأماكن موجود بلاد فيزل، بلاد فيزل اللي داخل ليفر، داخل السبلين، برين، سي اس اف. اوكي، متى سايكليك تريبماستيجويد؟ هاي هو انفكتيف ستيج، هذا هو الطور المعدي. اذا توجد جات اوف ذا جلوسينا تي سي تي سيفلاي، توجد جات يعني في المعدة الجلوسينا اللي نسميه تي سي تي سبلاي. نلاحظ هذا يسبب لنا مرض اسمها ويست افريكيان اور جامبيان سليبينج سيكنس، يعني يسبب لنا مرض النوم الافريقي، لكن ويست غرب افريقيا، ويست اند سنترال افريقيا في وسط وغرب افريقيا. فيكتور ار ذا ريفر تي سي تي سيبلاي جلوسينا بالبالس. اهم الفيكتور اللي ينقل لنا هاي المرض هو ريفر تي سي تي سيبلاي، اللي جلوسينا بالبالس اهم اجناس اللي ينقل هاي المرض. ان جلوسينا تاكينودس بالبالس ان تاكينودس، هاي الاجناس اللي ينقل مرض النوم الغرب افريقيا. جلوسينا از انترميديت هوست، يعني تي سي تي سيفلاي تعتبر انترميديت هوست، اما ديفينيتيف هوست هو الانسان. ديفينيتيف هوست هو الانسان، ديفينيتيف هوست هو الانسان. ريسيرفر هوست اودر انيمالز. مود اوف ترانسميشن، لاحظ يعني عن طرق النقل كيف تنتقل هذا للإنسان، عن طريقة bite of TCT supply عضة الحشرة ونقل الدم، blood transfusion و congenital transmission يعني نقل ولادة.
هسه نتكلم عن لايف سايكل تربانوسوما جامبينسي. لاحظ ديفينيتيف هوست هو الانسان، انترميديت هوست هو تي سي تي سي فلاي. التي سي تي سي فلاي هاي تي سي تي سي فلاي الجلوسينا بالسلايفري الحشرة تحتوي على الطور ميتاسايكليك تريب ماستيجوت. هاي الطور موجود بالسلايفري الحشرة، هاي الطور عند انجكشن، عندما تسحب هاي الأنثى الحشرة التي سي تي سي فلاي جلوسينا دم من الإنسان يحقن الطور اللي نسميها ميتاسايكليك تريب ماستيجويد. In the bloodstream ميتاسايكليك in the bloodstream تتحول transform into تريب ماستيجويد، تتحول إلى طور تريب ماستيجويد. والآن تريب ماستيجويد تصبح بالنسبة للإنسان diagnostic stage. تريب ماستيجويد in the blood تريب ماستيجويد midgut of TCTC fly epimastigoid تتحول إلى epimastigoid. epimastigoid epimastigoid develop salivary gland develop into metacyclic promastigoid. من بداية نشرح اللايف سايكل التربانوسوما جامبينسي. اذا داخل الحشره اللعاب الحشره توجد ميتاسايكل تريب ماستيجويد تحقنها للانسان، عند دم الانسان تتحول الى تريب ماستيجويد. اذا ميتاسايكل تريب ماستيجويد يتحول الى تريب ماستيجويد. عندما يسحب الحشره دم من الانسان تريب ماستيجويد يذهب الى جات اوف انسكت الى معده الحشره. عند معدة الحشرة يتحول إلى طور ثاني هو نسميه إبماستيجويد. إبماستيجويد ديفلوب أند مالتيبل يتكاثر سلايفري، إذا تذهب إلى سلايفري جلاند للحشرة. إن سلايفري جلاند ديفلوب إلى تريبماستيجويد ديفلوب ميتاسايكل تريبماستيجويد. هذا هو اللايف سايكل. أربع خطوات نسويها. النقطة الأول نسميها ميتاسايكليك هو انفكتيف ستيج تحقنها للانسان. نقطة رقم اثنين تحقنها للانسان، هذا نسميها نقطة رقم اثنين تحقنها للانسان. عند الانسان يتحول الى، عند دم الانسان يتحول الى تريب ماستيجويد، هذا رقم ثلاثة. هذا رقم ثلاثة يتحول إبماستيجويد تريب ماستيجويد. تريب ماستيجويد عندما يأتي الحشرة نفس الحشرة حشرة أخرى يسحب الدم يسحب التريب ماستيجويد، هذا بالجات يتحول إلى إبماستيجويد تور، ثم يذهب بالسلايفري يتطور إلى ميتاسايكليك تريب ماستيجويد. أربع خطوات: ميتاسايكليك تريب ماستيجويد، تريب ماستيجويد، إبماستيجويد، ثم يذهب إلى الحشرة ميتاسايكليك تريب ماستيجويد. إذا يتكاثر داخل multiplying reproduction asexual by binary fission داخل الانسان يتكاثر تكاثر لا جنسي. توجد بعض الريسيرفر هوست وايضا لايف سايكل تربانوسوما رودينيزم نفس الحاله، لكن تختلف الناقل. بالجامبينسي كانت ريفر تي سي تي سي فلاي، اما بالرودينيزم سافانا او الحشائش نسميها سافانا تي سي تي سي فلاي. لاحظ هذا السافانا تي سي تي سي فلاي، هذا هو السافانا تي سي تي سي فلاي. سافانا تي سي تي سي فلاي، لاحظ هذا هو السافانا تي سي تي سي فلاي.
اللي ينقل لنا مرض الرودينيزم تربانوسوما رودينيزم. من حيث الامراضيه نتكلم من حيث الامراضيه باثوجينيسيس باثولوجي جامبيس تربانوسونياسيس اللي يسبب لنا مرض النوم الافريقي ذكرناه. ماجر سيمتوم اللي تحتوي ماجر سيمتوم شانجر اللي يسبب لنا تقرح وايضا يسبب لنا فيبر وايضا هيداك صداع الراس وايضا سوتيك التعرق وايضا بونس cervical enlargement of lymph nodes كده تضخم lymph nodes نسميه winter bottom sign هذه العلامة. وايضا splenomegal تضخم الطحال وايضا hepatomegal تضخم الكبد meningoencephalitis التهاب الدماغ السحائي الدماغ وايضا invasive of the central nervous system الا يغزو الجهاز العصبي المركزي weight loss فقدان الوزن and causes coma and death if untreated اذا لم تعالجها يؤدي الى الموت. وهسه نتكلم عن تربانوسوما الرودينيزم. أول inhabit stage trypmastoid mainly in the blood نفس الحالة lymph nodes spleen brain تشبه الجامبينسي metacyclic نفس الحالة هو تعتبر infective stage trypmastoid هو diagnostic stage للتربانوسوما رودينيزي وأيضا هذا عند mid gatophin sector نفس الحالة لكن هذا يسبب مرض بالشرق أفريقيا مرض النوم الأفريقي لكن عند الشرق الديكتور وغلوسينا مورستانس تختلف غلوسينا and غلوسينا بالبالس live in the open savanna counted اللي المدن الحشائش savanna الحشائش. اما بالرودينيزي جامبينسي كانت ريفري تي سي تي سي فلاي النهري اما رودينيزي سافانا تي سي تي سي فلاي سافانا الحشائش. الناقل مورستين مورستينز and بالبالس طريقة النقل mode of infection نفسه bite of insect تكون zoonosis وأيضا تنقلها بعض الحيوانات reservoir إذا game animals such as bushback أو الغزال نسميها S. africa اللي يسبب لنا مرض اسمه S. africa trypanosomiasis is more acute than the gambians form and may end fatal within 1 year. هذا هو قاتل اخطر من الجامبينز. ايضا causes fever weakness الضعف وايضا rapid loss of weight فقدان الجسم بسرعه وايضا myocarditis are the usually main and delusion myocar ايضا يسبب مرض النوم الافريقي لكن عند الشرق. laboratory diagnosis الجامبينسي and جامبينسي and رودينيزي هو نعتمد على examination spread from enlargement lympho gland ايضا ناخذ السائل من الشانجر من التقرح وايضا CSF bone marrow with blood film and thick or thin stained blood film نستخدم testing in serum for anti-trypanosoma antibody لكن نكشف شغلتين. الشغله الاول نكشف trypmastoid هو diagnostic stage بال blood film and in the culture نكشف trypmastoid in the culture نكشفه تراب ماستيغويد عند مايكروسكوب نكشفه. دورة حياة لايف سايكل رودينيزي تشبه جامبينس ما عدا تختلف تي سي تي سي فلاي بالرودينيزي تكون حشائشي سافانا اما بالجامبينس تكون ريفر ناري. انفكتيف ستيج هو ميتاسايكل تراب ماستيغويد. دايجنوستيك ستيج
نعتمد على شيئين، تريب ماستيجويد وإب ماستيجويد إن كلتشر. تريب ماستيجويد بالمايكروسكوب وإب ماستيجويد عند الكلتشر نكشفه. ديفينيتيف هوست هو الهيومن. انترميديت هوست هو تي سي تي سي فلان نسميه. فيكتور هو الانيمال، جام انيمال. زونوتيك قصد الفيكتور، العفو الفيكتور هو تي سي تي سي فلاي. جامبينسي تي سي تي سي فلاي ريفري. اما الرودينيزي تي سي تي سي فلاي سافانا حشاشي. اما الزونوتيك هو اللي الحيوانات، جام انيمالز.